الأستاذ الدكتور سامح فتحي، استشاري الأشعة التداخلية بمستشفى جامعة الأسكندرية، عضو الجمعية الدولية لتطبيقات الليزر، دكتوراه الأشعة التشخيصية والتداخلية، عضو الجمعية المصرية للتدخل تحت الأشعة. أهلا بكم. هدف مهم جدا من أهداف الطب الذي يسمى بالمينيمال انفيزيف أو التدخلات الدقيقة المحدودة هي تقليل المشكلات، تقليل المضاعفات. الطب من زمان قوي هدفه تقليل المضاعفات، تقليل المشاكل. والفرق بين جراحة وأخرى، ثم الدخول لعالم المناظير، ثم الدخول لعالم الأكثر إبهارا حقيقة اللي أنا شايفه هو عالم الأشعة التداخلية، هو هدفه مينيمال انفيجن، التدخلات المحدودة جدا. فخلينا أقول لكم إن الأشعة التداخلية لها أدوار عظيمة هنتوغل فيها النهاردة بالتفصيل، ونتحدث فيها مع واحد من قمم الأشعة التداخلية في الوطن العربي واسم كبير ورائد قدير لهذا المجال، الأستاذ الدكتور سامح فتحي، استشاري الأشعة التداخلية كلية الطب جامعة اسكندرية، وصاحب دكتوراه الأشعة التداخلية، عضو الجمعية المصرية للأشعة التداخلية الاسم الكبير. أهلا بك يا دكتور سامح. أهلا بك. سؤال برضو جديد شوية، هو بركب فلتر معدني في الوريد الأجوف السفلي، فبيسأل هل يصلح له تردد حراري؟ يعني مركب شيء معدني في جسمه. هو الأشياء المعدنية دي بتبقى في ناس طبعا قالوا له ان ما تعملش تردد حراري عشان في عندك حاجة معدن. لا احنا لا، ده عادي في الوريد الأجوف السفلي يعمل تردد حراري لو عنده ألم في ظهره في المفاصل، مفيش مشكلة خالص عادي. هو بس لو مركب جهاز تنظيم ضربات قلب ساعتها بنقول له لا، طالما في تردد حراري عندنا يبقى لازم بعدها تروح لدكتور القلب يظبط لك الجهاز لو حصل فيه حاجة يعني. انما هو مش خطر يعني، بيعمل كل حاجة عادي. الأشعة التداخلية تصلح في مع قسطرة الغسيل الكلوي؟ اه طبعا. قسطرة الغسيل الكلوي الدائمة المفروض احنا اللي بنركبها. وطبعا في دكاترة الكلى بتقولوا يركبوها، في دكاترة الجراحة بيركبوها، انما طبعا احنا بنعملها ايمج جايدد. في ناس بتوع ايمج جايدد يعني بنمشي ورا الصورة، المرسومة يمكن قدامنا. مش كتير بيعمل كده، يمكن احنا التخصص الوحيد اللي بيعمل كده، الناس التانية بتعمل بلايند، بيدخل هو في الوريد كده بايده لانه عنده خبره طبعا جامده يعني. انما احنا ما بنشتغلش كده، ده بنشتغل كله ايمج جايدد. فطالما ايمج جايدد بالتالي يبقى أأمن واضمن واسهل طبعا. واحنا بصراحه بيبعتوا لنا اسهل طبعا. اسهل طبعا مليون مره طبعا. وبعدين احنا اقل ستريس على الدكاتره طبعا بكتير يعني. وبعدين حد جينا بقى صعبه بقى خلاص، نركب مره واثنين وثلاثه وعنده انسداد في كذا حته، فبيقول لنا احنا بقى نوسع بالونه وهكذا. على فكره هو الواقع الطبي واحنا بنشتغل انه بقى دلوقتي الريكوستات لاشعه التداخليه كبير جدا، اللي هو احنا بنقف اطلبوا بقى حد الاشعه التداخليه يجي يحل المشكله. الكلام ده بقى بيتقال دلوقتي في كل الاقسام في كل الفروع، وانا متوغل لان انا بشتغل عنايه مركزه، فانا كونكتد مع الناس كتير بفروع كتيره، فتلاقي يقول لك اتصل بقى بالاشعه التداخليه. مشاكل 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 كتيره. فبصراحه انتوا بتحلوا السؤال الجاي بقى، دور الأشعة التداخلية والبروستاتا. بالنسبة للبروستاتا احنا عندنا كذا حاجة تبع الأشعة التداخلية. نمرة واحد العينات، احنا بناخد العينات البروستاتا لو في بؤر مشكوك في أمرها حميدة ولا خبيثة، ندخل بالترانس ريكتل أو ترانس برينيل عن طريق الشرج أو عن طريق البرينيل من الجزء بين الشرج وبين القصية، وندخل ناخد عينات من 6 لـ8 لـ12 أو 14 عينة بحيث نحاول نوصل للتشخيص المظبوط. دي حاجة. الحاجة التانية في أكياس في البروستاتا بتمنع خروج السائل المنوي اللي هي بروستاتيك سيست، احنا بندخل برضه نسحبه، ده 5 دقايق ما خدش وقت يعني، يا إما خراج البروستاتا بناخد له برضه بنسحبه، يا إما الحاجة التانية اللي هو التضخم البروستاتا الحميد بنعمل له حقن شرياني، البروستاتا بينزل حجمها للنص في خلال 6 شهور. دي بدل الجراحة طبعا. السؤال اللي جاي مهم جدا، والناس الستات كتير بيشتكوا منه على فكرة، مش عارف ليه الستات بس او كتير اللي بتشتكي من اختناق عصب اليد، كاربال تانل سندروم. كاربال تانل سندروم ده العصب بتاع اليد هنا بقى مخنوق كده، فيه رباط هنا كده ضغط عليه جامد. بالظبط. وده بيتعمل له جراحات التسليك وعمليه سهله جدا، تخش 10 دقائق بس. في ناس كتير قوي مش بتحبها لانها بترجع تاني، في ناس كتير قوي تقول ترد تاني يعني كده. فاحنا بنقدم لهم الحقن طبعا جزء من علاج الالم، ان احنا بنحقن مواد حوالين العصب ده ونفصله كده عن الحته اللي ضغط عليه شويه، فالعين بتحسن يعني. حاجه بسيطه، اجراء بسيط جدا. سؤال في دوالي خصيتين، هو بيقرر يعني هل
أشعة مقارنة، بيفكر في المقارنة ما بين الأشعة الداخلية والجراح. هو ما فيش مقارنة، أنا شايف كده صراحة ما فيش مقارنة في النتائج. طبعا الأشعة الداخلية أحسن بكتير قوي وأسهل وأضمن وأمن من الجراحة. مشكلتها الوحيدة طبعا في الكوست طبعا، يعني ما اقدرش أنا زي ما هي أحسن من الجراحة، لا طبعا ماديا طبعا أغلى بكتير. بس أنا أعتقد إن المستقبل ليها طبعا المستقبل كمان هيبقى من ناحية القلة، يعني اللي هو الكوست المادي هيكون في صالح الأشعة الداخلية في المستقبل. لو هي كفرت الانشورنس طبعا اي حد عنده تامين صحي خاص او كده وهي تخش طبعا منظومه تامينيه طبعا احسن بكتير، انما هي طبعا ماديا طبعا مكلفه، وبالتالي الاكويبمنت يعني سعرها ممكن يقل في الفتره القادمه يا رب. الدولار يخف نتمنى. 68 سنه عنده بؤر كبدي، هل يصلح له العلاج بالاشعه الداخليه، خاصه انه ربما لا يصلح له زراعه كبد؟ هو طبعا البؤر بتاعه الكبد دي لو هي سرطان اولي احسن حاجه له زراعه الكبد، يعني نمره واحد زراعه الكبد. لو هو عنده فرصه يزرع كبد يزرع طبعا، مفيش كلام يعني. الحاجه الثانيه الجراحه لما تشيل الحته الجزء اللي فيه الورم احسن بكتير جدا برده من الاشعه الداخليه. بس مشاكل الحاجات دي كلها زي افيلابيليتي، اللي هو ما عندوش الفرصه انه يعمل زراعه كبد، خلاص بقى قضاء الله. او الجراحات، لان الجراحات دي بتبقى برده جراحات صعبه تقيله، يعني مش حاجه سهله، ده الكبد متليف والعين تعبان ففي مضاعفات كبيره قوي. فطالما هو ما يقدرش يعمل ده او ده يبقى طبعا الاشعه الداخليه هتريحه كتير جدا. بيعاني من زحزحه في الفقرات الرابعه والخامسه، بيسال هل الاشعه الداخليه لها دور في التعامل مع التزحزح الفقري؟ زحزحه الفقره دي ده مشكله كبيره. وحاجه يعني الحل بتاعها عندنا احنا برضه هقول لحضرتك عليه. هو طبعا لو عنده اعراض جامده احسن حاجه له جراحه، مفيش كلام طبعا. الجراحه دي هي طبعا الزحزحه دي درجات، الدرجه بسيطه دي نقدر نعمل له فيها حاجه يعني. لو له فرصه يعمل جراحه اتس اوكي، الجراحه بالنسبه له حاجه كويسه جدا جدا، هيركب شرايح ومسامير ودعامات. لو هو رفض الفكره دي بيجي لنا. طب احنا نقدر نقدم له ايه؟ احنا ما نقدرش نرجع الفقره مكانها، ما نقدرش. بس هو الفكره ان هو لما الفقره بتتزحزح شويه لما يقف او يمشي فبتشد اكتر على الاعصاب. طب نقدر نعمل له ايه في حاجه زي كده؟ الفقره ما نقدرش نرجعها خالص. نقدر نوسع مخارج الاعصاب، نقدر نوسع قناه عصبيه بالمايل دانيكتومي، مش هنشيل العظم كله. نقدر نعمل منظار اسمه ديوريسكوب، منظار مرن، ونسلك حوالين الاعصاب، نهدي الامور جوه شويه. في ناس كتيره جدا لما نعمل الاجراءات دي المريض بيتحسن جدا، ودي حاجه كويسه. لو ما تحسنش ومفيش فايده ساعتها بنعمل الجراحات. في عندنا حاجه تانية زي المنظار كده اسمها المايلد لامينكتومي، او التكنيك ده جاي من امريكا اصلا، وندخل بيه انبوبه صغيره ونبتدي نكحت العظم من جوه بتاع القناه العصبيه، بنوسعها شويه. لما بتوسع شويه مع حركة الفقرة لما بتتزحزح أكتر والعصب بيبقى مخرج واسع شوية، العامل إيه تحسن كتير يعني. لو هو من المجموعة اللي اتحسنت خلاص مفيش مشكلة. بيعاني من كيس مية على الكلى، هل يصلح له التدخل التعامل بأشعة التدخل؟ ده موضوع بسيط طبعا. الأول لازم أشعة مقطعية ولازم سونار، ونحدد الكيس ده كيس بسيط ولا كيس حجم كبير جدا طبعا ولا كومبليكيتد. الكيس اللي فيه أنسجة بنخاف منه جدا، بناخد منه عينات وخلاص، لانه ممكن يطلع كيس سرطاني وساعتها التدخل فيه بيبقى جراحيا. لو كيس بسيط زي ده ابره صغيره جدا جدا في 10 دقائق بنشفط كل الكيس ده خالص كله، وبنحط حاجه سكلروزنج ماتيريال، ماده بتصلب الكيس من جوه عشان تقلل فرصه رجوعه تاني. في حاله مرضيه احنا ما بنتكلمش عنها كتير، بس رغم انها واسعه الانتشار ومهمه جدا، اسمها الشلل الرعاش او مرض باركنسون أو باركنسونيزم. الشلل الرعاش أو مرض باركنسون ده مرض غامض نسبيا، في تصلب في الشرايين بيلعب دور مهم جدا فيه، بيتأثر جزء في الجهاز العصبي اسمه الإكسترا برامدال سيستم، ده جزء مهم قوي، بيتسبب رعشة في إيد الإنسان. كل يعني كتير من الناس الكبار في السن عندهم شلل رعاش، كتير منهم. فهل الأشعة الداخلية تلعب دور في التعامل مع الشلل الرعاش؟ لا خالص مالناش اي دور طبعا. كتير قوي سالوا السؤال ده كتير قوي، وبيقولنا بحاجات مش تبعنا اساسا يعني، وبيزعلوا ان احنا بنقول لهم لا طبعا لغايه النهارده يعني، بس ممكن بعد كده، بس حاليا ما فيش. بس انا سمعت مثلا في نظريات بتلعب دور ان انا احط مخ واعصاب بقى، مش احنا مش ده دي خاصه لغايه دلوقتي يعني. ماشي، علاج البواسير بقى، البواسير جديد في الموضوع برضو يعني، احنا ده موضوع جديد قوي يعني. يمكن شفته في مؤتمر في اسبانيا من سنتين وكنت مستغرب قوي يعني، وعملت منه حالتين بس مش كتير للامانه يعني.
ان هما بيحقنوا الشرايين اللي حوالين المستقيم فبتضمر خالص البايلز دي وتروح. الفكره بتاعتها اللي احنا سالناهم فيها، طب ما لما احقن كده المستقيم ده الجدار بتاعه هيموت الانسجه اللي فيه، طلع لا، طلع حجم الحبيبات اللي انت بتحقنها بيلعب دور، او حجم الماده اللي بتحقنها بتعتمد بكويلز تلعب دور كبير جدا جدا في الحفاظ على المستقيم وضيع البواسير. طب هروح بقى لاورام المخ، دوركم في التعامل مع اورام المخ ايه؟ دورنا فيري ليميتد يعني محدود، محدود جدا جدا يعني بالنسبه لورم او اثنين بس كتير، والفكره ان انت تقلل الورم، تقلل الدم اللي رايح له عشان انت بتعمل جراحه مصاصه نزيف قبل العمليات. قبل العمليه طبعا، يعني انتوا بري اوبراتيف قبل العمليه بنجهز المريض بالظبط. لو هو في صعوبه طبعا، انما هو لو في سهوله في شيله بتشال طبعا، بيتشال بالجراحه بالظبط. يبقى اذا احنا لغايه دلوقتي، يعني لغايه دلوقتي واضح لا شلل الرعاش لا طبعا، ولا اورام المخ ليكوا دور، ولا البواسير يعتبر دور بسيط يعني. ده جديد، ده جديد. لا مش بسيط، لا ده دور كبير. دور كبير، بس انا شايف ان هو ده في المستقبل ان ادفانس جاي يعني. في ورم حميد في الغده الدرقيه، لا ده دور كبير ليكوا بقى، ده بقى ده مهم قوي. ده كلام جديد. ده كلام مهم قوي بقى، ده كلام مهم. لان انتوا بقيتوا دلوقتي ده بقى في شيفت للاشعه الداخليه بدل الجراحات في الاشعه في الغده الدرقيه. هي الفكره كلها ان انت بتحافظ على وظيفه الغده، لان العقد اللي في الغده الدرقيه دي لما تكون موجوده بتاخد منها عينه مره واثنين وتطلع حميده تماما والغده كبيره وضغط على حاجات كتير في الرقبه، هتشيلها جراحيا هياخد الليثيروكسين طول عمره. طب لا، انا بديك اوبشن ان انا اشيل لك اكويلك كل النيديولز اللي موجوده دي واخليك جزء في الغده الدرقيه شغال وطالع هرمون عادي. فدي بتهيألي الميزه جدا، من غير اي جرح، ابره بس تدخل من النص هنا وتدخل على الفص اليمين والشمال وتكوي اي بؤر فيه وخلاص، العمليه والعيان بقى صاحي تماما. ده في حالات احنا انا كان زمان اقول لهم يلا نعمل جراحه، يشوفوا بس منظر الجرح في جوجل، لا يجري تجري. ده منتشر جدا دلوقتي يعني الحمد لله. انتوا دوركم انقذنا الحقيقه جدا. طب في بقى احتقان الحوض ومتلازمه احتقان الحوض، دي برضو من الحاجات المهمه. ما هو ده المماثل لدواء الخص عند الرجال. الستات بيجي لهم دايما الم مع الجماع والم في الحوض عنيف جدا يعني، فده الحل بتاعه ملوش حل جراحي خالص اصلا. نفس الكلام اللي بنعمله في الدواء الخصية، بندخل برضو بالقسطره من الوريد وندخل من وريد الكلى ونوصل للوريد اللي بيغذي اللي عامل المشكله دي كلها، وبنحقن له كويلز. الكويلز دي بتقفل الدم اللي رايح للمنطقه دي خالص، فبتريح خالص الست. ده زي دوالي حوض بالنسبه للستات. دوالي حوض بالظبط. بالظبط، وممكن تبقى طبعا معاها دوالي في الساقين برضو احتمال كبير. يعني الست بتشتكي من الم في الجماع، احتقان، الم جامد في الحوض وهي قاعده وهي الم رهيب بيبقى. بيبقى الم فظيع جدا، بيفتكروها بطرد مهاجره. بالظبط، بيفتكروها بطرد مهاجره، بتعمل رنين وبيطلع ما فيهاش حاجه، وبتعمل دوبلر بيبان كويس جدا في الدوبلر ده. بيبان جدا، بيبان حجم الاورده كبير قوي بيعدي السنتي، مع الفاريكوست الشكل بتاعها يبقى كاركترستيك يعني. وهو ده بيدخل، ده حله الوحيد على فكره، مش حل تاني خالص. اما الوحيد هو حلها اشعه تداخل، تركب كويلز والقلم بيروح. ماذا تتمنى في 2024 للاشعه التداخليه ومن احلامك؟ والله يعني عند الناس، في ثقافه الناس، في تطور في الاشعه التداخليه، ثقافه الناس بس عايزه تتعدل شويه برضو يعني، يثقوا شويه في الاشعه التداخليه. الناس اورينتيشن، هي عايزه اورينتيشن، عايزين نعرف الناس اكتر اللي في مصلحتهم والاوبشنز قدامهم برضو. انا اتمنى ان الناس لما تقول حاجه للمريض اعرض عليه كل الاختيارات. انا اي عيان بيجي لي وعنده مثلا زحزحه في فقره مثلا، انا بقول له نمره واحد، انا بقول له كده نمره واحد الجراحه طبعا. قال لي خلاص انا الجراحه الحل الامثل، اقول له اي خلاص انا اعمل جراحه عادي. لو هو قال لي انا مش ممكن اعمل جراحه، طب ليه؟ انا اطمنه ان الجراحه كويسه وبتعمل وتسوي. لو هو اقتنع بكلامي اعمل جراحه برضه. لو مفيش فايده ومش هيعمل، او حالته الصحيه لا تسمح، عنده قلب وضغط وسكر عالي وكده، طب هيعمل ايه في الجراحه؟ هتبقى مشكله بالنسبه له، فبيبتدي يعمل عندي الاجراء. فاهم حاجه انك انت تقول للمريض كل الاختيارات وهو يختار قدامه كل الحاجات اللي قدامه، وتقول له دي الريزلت بتاعتها 90%، دي 70%، دي 40%. ما تخبيش عنه حاجه والعيان يختار. فالاورينتيشن لو العيان فاهم الكلام ده كويس قوي، ودي طبعا تاني مشكله الميديا برضو ان هم يعرفوه يعني ايه الحاجات العلميه الجديده، من غير ما اعملها ابيوز، من غير ما استعمل كل حاجه اعملها اشعه تداخليه. طبعا انا اعرض عليه الجراحه بامانه واعرض عليه الاوبشنز الثانيه وهو يختار. وهذا ما تناولناه احنا في حلقتنا مع ضيفي العزيز. احنا بينا دور الاشعه التداخليه الرائع جدا والمؤثر جدا في عديد من المواضيع، مثل دوال الخصيتين، مثل احتقان الحوض، مثل
الأورام الموجودة في الغدة الدرقية، أورام الكبد، مشاكل الموجودة في المياه الموجودة حوالين الكلى، أي حاجة من اللي احنا اتكلمنا عنه مثل دوال الثقيل، القلم السكري. وقلنا ان في أشياء الأشعة الدخلية دورها فيها محدود، زي الزحزحة الفقرية، تزحزح الفقري، زي شلل الرعاش، أورام المخ. كل دي يخلينا نفهم حاجة مهمة جدا، ما ننساش دور الأشعة الدخلية المتعاظم والرائع والهام جدا في الأورام اللي فيه. لازم حضرتك كمريض تكون فاهم كل المنيو اللي ممكن يتيح لك استخدامه، وانت تقرر، أو كمان مش انت بس، الوضع العام يقرر لك انت حالتك ايه. ما الورم اللي فيه، فيه أورام اللي فيه تيجي خارج النطاق الرحم، دي لازم لها جراحة. اللي داخل الرحم أو في جدار الرحم من جوه، ده الأشعة الدخلية تحلها. الحاجات دي لازم تفهموها بشكل دقيق جدا. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم الأشعة الدخلية الأستاذ الدكتور سامح فتحي، استشاري الأشعة الدخلية كلية الطب جامعة اسكندرية، صاحب دكتوراه الأشعة الدخلية وعضو الجمعية المصرية للأشعة الدخلية، نورت وشرفت وأسعدتنا في الأخير. شكرا جزيلا. خليكم مع الناس الحلوة. تظل الأمومة أروع شيء في العالم، لكن في رحلة البحث عن الأمومة ممكن تلجأ أو يلجأ الزوجين للحقن المجاري أو أطفال الأنابيب أو التلقيح الصناعي عموما. يعني التلقيح الصناعي ده عبارة عن علاقة زوجية معدلة. يعني لو فرض مثلا حالة واكتشفت اللي هي عندها بطانة رحم مهاجرة، لا دي حضرتك 3 شهور 6 شهور ماكسيمم في أسوأ، يعني في أفضل الظروف. ولو ما حصلش حمل يبقى الحقن المجاري على طول، لان كل شهر في حالات بطانه الرحم المهاجره بيبقى اسوأ من الشهر اللي قبله. لو في حاله عملت حقن مجاري مره او اتنين وما حصلش تخصيب للبويضه، لازم نلجا لاطفال الانابيب، بس بشرط ان الزوج يكون عنده اعداد كبيره من الحيوانات المنويه.